خير يا هلا والله وسهلا فيكم جميعا وحياكم. قريب يا قلط بسم الله الله وين المجدول؟ ايوه انا هذا تمر المفضل المجدول. حياكم حياكم حياكم. لا اليوم الامور طيبة والله الحمد لله حقنا على كم زقزقة. اي والله اليوم عاد جايين منظفين للخيمة حق باب مساعدة بس ما قلت النحوس وهذا صراحة اقتحموها وانا ما نبفيه بس الحمد لله يعني ما حركوا شيء يعني سووا لها صيانة وهم شيء اغراضي موجودة بس يا هلا والله سهلا يا هلا. وش تقولين انت اليوم؟ وش قالت لك اللبلة؟ قالت بابا بقول لك شيء. قولي. ما تدري لقيت سمكة ولا إلى قبل رحت الحمام؟ لقيتي سمكة؟ اي والله لقيتها بالمدرسة؟ اي مايتة. وش جاب السمكة عندك؟ مو بحية لا مايتة ما ادري كذا لقيتها كذا مايتة متغبية بس هي. طيب وشلون سنك؟ ما بتوديني على هذاك الدكتور. ليش؟ مرة نزل يوجعني بالمدرسة مرة أخذ موية أرش بس ما زين أرش بس ما كذبت على المعلمة مس عشان السن. وش كتبت عليها وش قلتي؟ قلت بروح الحمام معلمة ما قلت لها لا قلت معلمة بس بروح الحمام تحسبني تحسب إني بروح الحمام بعدين. وشلون تقولين؟ بعدين ورحت وش قالت؟ قالت في اسمه قلت لها جيت على طول بس ما تأخرت. وش سويت طيب؟ بعد شفت وش سويت؟ وش تقولين وش سويت انت؟ شربت موية بعدين الموية طاحت وما صار عندي موية. رحنا الملعب ولعبنا وكان عندي عرق بس ما كان عندي موية وكنت عطشانة بس ما شربت. ليش ما شربت؟ طيب ما عندكم موية بالمدرسة؟ طاحت الموية حقتي. طيب ما عندكم موية بالمدرسة؟ ما في برادة؟